الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نفسك في إيه يا محترم قولي عليه؟ نفسك في إيه؟ نفسك تصلي في الحرم وتتوب إليه؟ انده عليه. نفسك يبارك في العيال؟ نفسك في إيه؟ كل من حلال وانده عليه والجأ إليه. ربك كريم يا محترم والفضل ده منه إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر. صلوا عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفسي أرابط، أقصد نفسي أرابط في وجوه الخير. ليس الرباط فقط معناه أن أكون جنديا عسكريا يقف فيحرس الحدود، وإن كان هذا العمل الشاق عمل مهم جدا وأجره كبير جدا، حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يوم واحد بس في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولكن صور الرباط كبيرة جدا ومختلفة. ممكن يكون هذا الرباط رباط في مسجد، إنك أنت قاعد مرابط بتعبد الله. ممكن يكون هذا الرباط رباط جنب أبوك أو أمك أو زوجتك أو بنتك أو ابنك الصغير، مرابط أنت جنب منه لأنه مريض تخفف عنه آلامه وتعطيه دواءه وعلاجه إلى غير ذلك. ممكن يكون هذا الرباط رباط بجوار جار، إنك أنت تروح ترابط عنده ولو نصف ساعة، خصوصا لو الجار ده أو الجارة دي ملهاش أي حد يسأل عنه أو عنها، إنك أنت تخفف عنه آلامه، إنك أنت ترفع عنه همومه وأحزانه، إنك أنت تأخذ بإيديه، إنك أنت تؤمله فيما يرجوه ويسره من الله عز وجل. هذا الأمر للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني ذهب من الناس. بنتفاجئ إن في بعض المدن اتنين سكان في نفس العمارة ما فيش حد فيهم يعرف عن التاني أي حاجة، ولا عنده استعداد إن هو يقرب من التاني ولا يتعرف على التاني ولا يسأل التاني أخبره إيه، ولا محتاج أي حاجة، ولا أن ينفس عنه كربة، ولا إن هو يخفف عنه محنة، ولا إن هو يرفع عنه هم، ولا إن هو يعني يحاول إن هو يساعده في أي مصيبة أو كارثة أو بلاء نزل به. بل الأصعب من كده إنه ممكن يبقى عارف إن النهاردة فرح ابنه أو بنته ولا يكون بجواره ويواسيه في فرحه. والأصعب برضو من كده إنه يكون عنده غم حزن، عنده حد ميت مات له اليوم، وللأسف ده في وادي والآخر في وادي. مشهد صعب جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي الناس. كان أفضل ميزة موجودة في سيدنا النبي إن سيدنا النبي عايش الكلام عملي، لا يتكلم فقط ويتوقف عند حد الكلام، وإنما لأنه قدوة حسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعيادة المريض ويعود مرضاهم، يأمرهم بالخروج للغزو ويكون هو في أول الصفوف، يأمرهم باتباع الجنائز وما يبعدش بقى أبو بكر وعمر مكانه، وإنما القائد الأعلى بيروح بنفسه ويتبع الجنائز، يواسيهم بالقليل والكثير. حتى قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير ويغزو معنا. وهذا هو السر الدفين في محبة الله ومحبة كل أصحابه له، بل ومحبة الدنيا له. كانوا ما يقدروش يستغنوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، لا يتخيلون الحياة بدونه، مع أن الله عز وجل رفع قدره، إلا أنه كان يتنزل لهم ويتواضع لهم، حاسين أنه هو واحد منهم. لازم يا مسلم تحسس كل الناس كل المسلمين أنك منهم، مش علشان أنت بقيت دكتور ولا أستاذ في جامعة ولا عميد كلية ولا بقيت لواء ولا بقيت ضابط شرطة أنك أنت تترفع على الناس وتتعنتز عليهم وتتكبر، لا، وإنما تواضع ما استطعت، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
أمرهم باتباع الجنائز، بعيادة المريض، بتشمية العاطس، أمرهم بنصرة المظلوم، أمرهم بإجابة الداعي. كل دي صور تزيد روح المحبة والوئام والتواصل وإصلاح النفوس بين الناس وبعضها. تخيل أنت بتواسيني حتى في العطس، إننا إذا عطست أنت تقول لي يرحمك الله، وأنا أقول لك يهديكم ويصلح بالكم، تدعو لي بالرحمة، كم كلفك هذا؟ ولا حاجة. وأنا أرد عليك وأقول يهديك ويصلح بالك، أدعو لك بهداية الحال وبصلاح البال، كم كلفني هذا؟ ولا حاجة. ينبغي أن نرابط في وجوه الخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، وأعنا على أن نتوقف على وجوه الخير ما استطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفضل ده منه إليه، ربك قدير وما فيش طلب يصعب عليه، يصعب عليه. نفسك في إيه؟ هل سمعتم هذا الحديث من قبل؟ أنا واثق أنك تحفظه، لكن هل تأملته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غدوة أو روحة أو روحة لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يعني ممكن مشوار تعمل فيه معروف، تاخد فيه حسنة، تخفف فيه عن أي حد، تواسي فيه أي حد، تفرح فيه أي مسلم، المشوار ده في سبيل الله وأنت مخلص أجره أفضل من الدنيا وما فيها. حبيبي في الله، لو قلت لك ممكن تروح المكان الفلاني وتاخد 50,000 جنيه بعد 3 ساعات، هتروح ولا مش هتروح؟ هتروح طبعا، وهتبكر وتسارع، مش هتصدق نفسك. طب ماذا لو قلنا لك طيب تروح المكان الفلاني وهو قريب منك وتقدر انك انت تروحه ولن تؤذى فيه، تروح المكان الفلاني ده وتاخد 1,000,000 جنيه؟ طب تاخد 1,000,000,000 جنيه هتوافق؟ طبعا طبعا، ده انت مش هتبقى متخيل، هتقول انتوا اكيد كده بتضحكوا عليا. لا، طب انت عندك ثقة ويقين في وعد الله عز وجل؟ ان الله لا يخلف الميعاد، ورسول الله لا ينطق عن الهوى. سيدنا النبي بيقول مشوار بس تروحوا او تيجي منه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، غدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. عايزين نتعاون على البر، مش نتعاون على الخلاف والعصبيات، عايزين نتعاون على أن نتنزل لأنفسنا، نتواضع لبعضنا. كل واحد فينا أنت بتعمل لنفسك، مش بتعمل لله، انت بتعمل لنفسك انت. الله عز وجل غني عن هذه العبادة. اذا تصدقت على فقير او على مسكين او على يتيم او على أرملة، اذا وقفت بجوار محتاج، اذا وسعت على فقير، اذا يسرت على معسر، اذا نفست كربة من كرب اي احد، انت تفعل هذا حتى تمهد لنفسك الطريق لتصل الى رضا الله والجنة. الله قال: من عمل صالحا فلنفسه. انت بتعمل لنفسك انت مش للناس. ومن اساء فعليها. الله عز وجل يقول: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. الله عز وجل يقول: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. مهد لنفسك الطريق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل وأخذه وغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثاني مرة: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثالث مرة: قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. عارف أول كلمة قالها للسيدة خديجة بعد الكلام ده إيه؟ قال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة الموفقة الكاملة رضي الله عنها وأرضاها، أمي الحبيبة، قالت له بثقة ويقين: كلا والله، كلا والله، خشيت على نفسك إيه؟ كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
السر الدفين في ثقة السيدة خديجة بأن الله عز وجل لن يخزي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بهذه الصفات المهمة جدا اللي احنا محتاجينها النهاردة في حياتنا مع بعضنا وبعض. إنك لا تصل الرحم، انت معاك تليفون حتى ما بتصلش رحمك حتى بالتليفون، ما بتكلفش نفسك انك انت تعمل مكالمة تليفون لأحد أحبابك اللي انت مقصر في السؤال حتى عنهم. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. سيدنا النبي كان بيشيع روح التكافل الاجتماعي بين الصحابة. لما نزل بالصحابة ضائقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى في عام من الأعوام، قال لهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقيت في بيته شيء. قال لهم اللي هيضحي النهاردة إن شاء الله وبيحب الله ورسوله، هذه الأضحية لا يتبقى في بيته منها أي شيء بعد 3 أيام. ثم لما كان العام الذي يليه سألوا سيدنا النبي: يا رسول الله نعمل زي السنة اللي فاتت ونطلع كل الأضحية لله وما نبقيش منها أي حاجة بعد 3 أيام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. فأذن لهم رسول الله في السنة اللي بعدها إن هم يدخروا. إشاعة روح التكافل حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال: يعمل بيده ويتصدق وينفع نفسه، فإن لم يجد قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يجد قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فين احنا يا جماعة في زماننا ده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين نحن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين نحن من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. في ناس مفاتيح خير يفتحون أبواب الخير، يقول لك في خير ممكن تعمله في الحتة الفلانية، في مسجد بيبني في المكان الفلاني، في مستشفى عايزين لها فلوس في الحتة الفلانية، في أرملة توفي عنها زوجها وفي ضائقة ومحتاجة المال في المكان الفلاني، في يتيم في الحتة الفلانية. مفتاح خير، كونوا مفاتيح خير مغاليق شر. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم والفضل ده منه إليه، ربك قدير ومفيش طلب يصعب عليه، يصعب عليه. نفسك في إيه؟ الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.